السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير زاد. موضوعنا اليوم هو ذاك الموضوع الهام في حياة كل فرد، كل إنسان، وبالأحرى أن يكون أكثر أهمية عند هذا الإنسان المؤمن صاحب الرسالة، صاحب الإنسان الرسالي الذي يريد أن يترجم منهج الله عز وجل في الأرض. إن حلقتنا اليوم سوف تتناول أمراً كيف نجعل من مصائبنا ومن آلامنا أفكاراً جديدة تدفعنا إلى حياة أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كأنه سبحانه وتعالى ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يلفت أو يلفتان نظرنا إلى أمر هام، هو أن لا ننظر إلى ظواهر الأشياء بل ننظر إلى عمق الأشياء، أن لا نقف عند الآلام العامة. وكلنا سوف يتألم. حقيقة هذه الحياة وطبيعة هذه الحياة أنها يوم لك ويوم عليك، يوم فيه عطاء ويوم فيه منع، يوم أنت فيه قوي ويوم أنت فيه ضعيف، يوم أنت فيه بصحتك ويوم أنت فيه غير ذلك، يوم فيه غناك ويوم فيه فقر. هذه الحياة هي هذه طبيعتها، لأن الله عز وجل امتحننا بهذه الحياة. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى وأراد صلى الله عليه وسلم كيف نجعل من تلك الأيام التي لا تكون بالمستوى الذي نحب، كيف نجعل منها أياما سعيدة لتنقلنا إلى المستويات التي نحب، كيف نجعل من الأمور التي في ظاهرها ربما لا نستسيغها، كيف نجعل من عمقها أمرا يسرنا. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. عندما يرضى المؤمن، عندما يرضى المؤمن بكل ما قضاه الله عز وجل عليه ويسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، نجده بعد ذلك يعيش حياة الرضا، والرضا تفرز السعادة، والسعادة تطرد القلق، تطرد القلق من كل زواياه. لذلك نستحضر اليوم معا قصة جميلة، أو نستحضر أسماء قبل القصة. نستحضر معكم الشاعر ميلتون، هذا الشاعر الذي كان أعمى، ولكنه عندما كتب من الشعر كتب أعذب الشعر في أوروبا، كتب أعمق وأدق الشعر في أوروبا. رغم أنه أعمى لم تؤثر تلك العاهة التي كان يعاني منها، لم تؤثر به وتقعده في المنزل ثم بعد ذلك يجلس متسولا على باب شركة ما أو مؤسسة ما أو مسجد ما أو في شارع ما، بل جعل من هذا العمق الذي عوضه الله عز وجل به في المخيلة التي امتلكها أن تجعل منه ذاك الشاعر الذي يملأ جنبات هذه الأرض بأبيات من الشعر ما أجملها، وكم خففت هذه الآلام وكم خففت هذه الأبيات من آلام على أناس يبصرون ولهم من القوة ما لا يملكون. وكلنا يسمع بذاك الموسيقار الضخم، الموسيقار بيتهوفن، كلنا نسمع بيتهوفن. بيتهوفن إخوتي الأكارم أيها المستمعون أيها المشاهدون، كان بيتهوفن لا يسمع، كان أصما، ولكن كل العالم اليوم يقول إن بيتهوفن كان موسيقارا عظيما. إذن هذا الشخص، هذا الإنسان، لم تقعده عاهته، لم يقعده مرضه، لم تقعده آلامه، لم يجعل بأنه لا يسمع أنه قد انكفأ عن هذه الحياة، لم يجعل من تلك المصيبة أو ذاك المرض أو ذاك الامتحان الذي أدخله الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعله إنساناً يقبع في زاوية من زوايا الحسرة يتألم ويندب حظه. هذا ما أراده لنا ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم
وأنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم أين يكمن الخير، ولكن المطلوب منا أن نعمل هذه الذات. من بين القضايا التي اطلعت عليها في يوم من الأيام أيها الإخوة المؤمنون، أن من أكبر المبرمجين في عالم الكمبيوتر، وهذا أمر شاهدته بعيني، لم أسمع ولم أقرأ عن هذا الموضوع في أي مكان، شخص من أكبر المبرمجين في عالم الكمبيوتر، شخص والله لو سمعتم عنه أو رأيتموه ثم بعد ذلك نظرتم إلى المنتوج العلمي الذي أنتجه لما استطعتم أن تجمعوا بين الصورتين أبدا. ذاك الشاب هو مقعد الفراش، لا يتحرك فيه إلا رأسه، ليس في جسده شيء يتحرك إلا رأسه بشيء قليل، ولكنه يبرمج من خلال عينه ومن خلال حركة أجفانه. قد وضع في سرير ويتحرك نحو تلك البرمجة من وراء هذا السرير. كل من يتعامل مع برمجياته في العالم وتشتري تلك الشركات الضخمة هذا الإنتاج، يشترونه من؟ من إنسان كان سبباً في حياة أسرته كلها وهو عاجز. هو كان بإمكانه أن يقنع ذاته للحظة واحدة أنه هو العاجز وهو من يستحق المساعدة، وأسرته التي ترى وتسمع وتتحرك هي من يجب عليها أن تعمل من أجل أن يستمر في حياته. ولكنه رأى أنه يمكنه في تلك اللحظة أن يصنع من قوة ضعفه ومن ذروة ضعفه، يستطيع أن يكون قوة، يستطيع أن يجعل من هذه القوة منهج حياة يعيش الآخرون من خلاله، يعيش أباه وتعيش أمه ويعيش الإخوة في حياة رغيدة من وراء ذاك العاجز القابع وراء ذاك أو في ذاك السرير لا يستطيع حراكا. إذن لا يستطيع الإنسان في الشريعة الإسلامية أن ينظر إلى الأمر من ظاهره، يجب علينا أن نصنع من قوة ومن عمق آلامنا أن نصنع شيئا عظيما بإمكاننا أن نفعل عندما نمتلك الإرادة، عندما نمتلك إرادة التغيير، بأننا مهما كنا ضعفاء نستطيع أن نقدم، مهما كنا فقراء نستطيع أن نصنع، مهما كنا نعاني نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة. قال أحد العلماء في لحظة من اللحظات وهو يخاطب جلاده، وهو يخاطب سجانه، وهو يخاطب من يريد أن يمحوه وأن يلغيه من هذه الحياة، قال له: سجني خلوة، أي سوف أجعل من هذا السجن، إن قضيت علي أن أقضي حياتي في السجن سوف أجعل من سجني خلوة، سوف أجعل من هذا المكان الذي تتحطم فيه إرادة الآخرين سوف أجعل منه مكاناً أرتقي فيه في سلم المعرفة الربانية، في سلم المعرفة الوجدانية، سوف أجعل من هذا الانقطاع عن البشر، من هذا الانعزال عن حياة البشر، سوف أجعل منه مكاناً ندياً لأناجي به الخالق وأملأ هذا القلب في هذه من هذه اللغة العميقة التي ترفع شأني. وإن أردت فعل شيء آخر، إن أردت نفي، فسوف أجعل من هذا النفي عن بلدي وعن أهلي وعن أسرتي، سوف أجعل من ذاك النفي سياحة، سوف أتحرك لأرى مجتمعاً جديداً وأتبادل أنا وإياه الخبرات، سوف أجعل من هذا المجتمع الجديد ومن هذا المكان الجديد مكاناً أستفيد منه رؤية جديدة ورؤية أعمق فيها أفكاري أو أصحح فيها أفكاري، سوف أجعل من هذا الطرد من هذا البلد عن الأهل سوف أبحث عن أهل جدد، وسوف أبحث عن أصدقاء جدد، سوف أبحث عن أماكن جديدة، سوف أجعل من هذا النفي وهذا الطرد سياحة لي في العالم. وإن أردت بعد ذلك قتله، سوف أجعل من هذا القتل ومن هذا الإنهاء لهذه الحياة سوف أجعل منه ارتقاء وشهادة أرتقي بها في سلم الخالدين عند الله سبحانه وتعالى. انظر أخي المؤمن، انظر أيها الصائم، كيف يمكنك ويمكنني ويمكن لكل إنسان أن يجعل من أعقد القضايا ومن أدق القضايا ومن أكثر القضايا ألماً، يستطيع أن أجعل منه حركة جديدة، أستطيع أن أجعل
وأن أصنع من تلك الليمونة، الليمونة التي في ظاهرها تحمل من المرار وتحمل من الحموضة الشيء الكثير، أستطيع عندما أتقن عصرها ثم أتقن بعد ذلك صنعها ثم أتقن بعد ذلك تحويلها لأن تصبح شراباً في قمة العطاء، في قمة العطاء للجسد وفي قمة التغيير للواقع. سوف تكون من هذه الليمونة المالحة الحامضة، من هذه الليمونة التي تحمل قشراً مراً، سوف أجعل منها شراباً فيه شفاء، سوف أجعل من هذا الأمر أمراً آخر. إذن يمكننا أن نجعل من كثير من طرقات حياتنا، من كثير من زوايا حياتنا مهما كانت مؤلمة، مهما كانت مظلمة، يمكننا أن تكون سبب في إطلالتنا على العالم بوجه جديد. قيل لأحد الأشخاص أو قالت امرأة لزوجها وكان ضابطاً في إحدى الدوريات وفي إحدى القطع العسكرية، نقل إلى مكان خارج المدينة وبعيد، انقطع عن العالم كله، ونظرت عندما باتت تقارن ما بين المكان الذي تعيش فيه من أمن وأمان وسلام إلى ذاك المكان كأنه نفي، وكانت تخطط فيما بينها وبين نفسها أن ترفض هذا التغيير وأن ترفض المتابعة مع زوجها، وكان الزوج يتحسس من هذا الموضوع وينتظر أن تغير قرارها. علم والدها في هذا الأمر فكتب لابنته كما تقول سطران في ورقة غيرا منهج حياتي. ماذا كتب هذا الوالد لهذه البنت كي تغير نظرتها في هذه الحياة؟ كتب لها أن هناك سجينان يعيشان في سجن ليس له إلا نافذة واحدة، وعندما سنحت لهما الفرصة أن ينظر كل منهما إلى خارج سجنه من وراء تلك القضبان، كل منهم نظر إلى أمر. الأول نظر إلى الوحل وإلى الطين الذي هو متموضع خارج السجن في مكان معزول، والآخر لم يرضى أن ينظر أبداً إلى الأرض بما تحملها ولكنه نظر إلى السماء. قالت هذه المرأة عندما قرأت هذين السطرين بعمق عرفت ماذا يريد مني والدي، وتغيرت كل منظومتي الفكرية، عرفت أنني إذا نظرت إلى الأرض والطين لن تتغير حياتي، ولكنني عندما أنظر إلى الأعلى، عندما أنظر إلى القمة، عندما أنظر إلى الفضاء، إلى العطاء المطلق، عندما أنظر إلى الله سوف تتغير كل حياتي. هل يمكن أيها الإخوة المؤمنون، هل يمكن أيها الإخوة الصائمون، هل يمكن يا من دلنا ربنا سبحانه وتعالى ودلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى هذا الكون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هل يمكن أن يقتصر نظرنا أو يقصر نظرنا على أن نكون من أولئك الذين يصنعون من الأشياء القليلة أشياء كثيرة؟ هل يمكننا في هذه اللحظات أن نجعل من هذه الحياة بكل آلامها معراجا لنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى لنترجم أننا راضون بهذا القضاء، راضون بكل ما قسم الله سبحانه وتعالى لنا، راضون بأن هذه الحياة هي حلوة لأنها من صنع الله، وسوف نجعلها حلوة أكثر عندما نترجم فيها إرادة الله عز وجل في هذه الأرض. سوف تكون في تلك اللحظات أقدامنا في الأرض ولكن قلوبنا في السماء. هكذا يريد سبحانه وتعالى منا، وهكذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرك في هذا الكون، أن نتحرك في هذه الحياة بهذه النظرة، هذه النظرة التي تنظر إلى الأشياء فنغير تلك الأشياء من خلال نظرتنا إلى هذه الحياة، أي إننا نستطيع أن ننظر إلى هذه الحياة بنظارة جميلة. الحياة هي جميلة، ولكن إن وضعنا على أعيننا نظارة سوداء سوف نرى كل شيء أسود في هذه الحياة، ولكن
إذا وضعنا على أعيننا نظرة بيضاء سوف نرى أن هذه الحياة جميلة ونستطيع أن نعيش فيها حياة أجمل. نستطيع أن نصنع من كل ألم سببا في الصبر، في الصبر لنأخذ أجرا على هذا الألم، ثم بعد ذلك نجعل من صبرنا وتحملنا خطوة جديدة لأن نرسم مستقبلا أفضل. سوف نجعل من تحملنا للآلام رضاء لله سبحانه وتعالى أن هذا الألم قضيته يا ربي علي، فأنا خاضع لتلك الإرادة، ولكنني يا أرحم الراحمين أسألك أن تشفيني وتشفي جميع مرضى المسلمين. أسألك يا رب العالمين أن تحيل أمراض هذه الإنسانية كلها إلى سعادة يعيشها كل منهم، يعيش كل إنسان هذه اللحظات. رمضان أيها الإخوة المؤمنون، رمضان أيها الإنسان هو هذا الصنع، رمضان هو هذه البرمجة الذي تصنع منك ذاك الشخص الذي يجعل من تركه للطعام شعورا بالمرضى، شعورا بالجائعين. هذا الإنسان الذي يترك الطعام بإرادته من الصباح وحتى المساء يجعل من هذا الترك ومن ألم هذا الترك من الجوع يجعل ما فيه يقظة إلى من كانوا يعيشون الجوع دائما، يجعل من هذا العطش إلى الذين يعطشون دائما، يجعل من كل هؤلاء الأشخاص الذين ربما غفل عنهم في لحظات حياته عندما كان يعيش في كل نعمه، أن يجعل من هذه اللحظات لحظات يقظة لإنسانيته وتغير في حياته الاجتماعية. سوف يجعل من هذه اللحظات لحظات يقظة لإنسانيته، كيف كان بالأمس ربما شعوره لا يتحسس مع الآخرين ولكنه بات في شهر رمضان يتحسس هذا الشعور، يتحسس هذه الآلام. أصبح كلما نظر إلى فقير شعر ماذا يعني الفقر وتحسس، ثم بعد ذلك انقلب في هذه الحياة حالة الفقر إلى حالة العطاء، تحرك في هذه الحياة الاجتماعية في شرائحه الاجتماعية ليقول تلك الكلمات الجميلة: شعوري لا يكتمل إلا شعوري بالآخرين، لا يمكن أن أطرد ألمي إلا عندما أكون ساعيا في طرد آلام الآخرين. سوف يتحسس ذاك الحديث، الرواية التي يقولها صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سوف يعيش هذه الحياة بأنه كلما تحرك ليزيل الألم عن الإخوة، ليزيل الألم عن الإنسانية، ليزيل الألم عن كل شخص من هؤلاء الأشخاص، هو يتعبد الله عز وجل بعبادة بقمة العبادات. هذا هو رمضان، هذا هو رمضان، رمضان اليقظة، رمضان الصحو، رمضان تغيير الواقع، رمضان أن أعيش الألم ثم أحول ذاك الألم من ألم إلى عمل، إلى عمل، أحول تلك المحنة التي أعيشها للحظات إلى منحة في عالم الواقع للآخرين. عندما أصبح أنظر الأشياء، أنظر إلى الأشياء ليس بعين السخط وليس بعين الرفض وليست بعين ذاك الإنسان الذي لا يرى في هذا الكون إلا أن يعيش لغرائزه، سوف يعلم أن هناك حياة أخرى، حياة هي تحمل من اللذة الأعمق ومن الإنسانية الأعمق، تلك الحياة التي يعطي فيها الإنسان للآخرين والتي يحيا فيها من أجل الآخرين والتي يحول من خلال هذه الحياة كل الآلام إلى أعمال، يحولها إلى عطاء، يحولها إلى منهج حياة جديد يقول من خلاله: وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك، أي يا رب قد فهمت في هذا الكون أنك إذا أعطيت امتحنت وإذا حرمت امتحنت، فأنا عبد لك في حال العطاء وأنا عبد لك في حالة الامتحان. أنا لن تتغير عبوديتي لك لا عندما أعطيتني ولا عندما حرمتني، لأنني أعلم أنك تمتحنني وهذا الامتحان سوف أنجح به لأنني عبد لك، لن أتغير عن عبوديتي لك ولن أغير عبوديتي لك. سوف أزداد في لحظة العطاء عبودية وسوف أزداد في لحظات المنع عبودية، لأنني أولا وآخر أنا ملكك، أنا عبدك، أنا طوع أمرك. سوف أجعل من قمة الآلام وسوف أجعل من قمة
الشيء الذي ربما لا يرضي الإنسان سوف أجعله بوابة أعبر من خلالها إلى رضاك يا رب العالمين. هذه الحياة التي يرسمها رمضان. رمضان أيها الإخوة المؤمنون، رمضان يعني هذا الأمر، رمضان يعني كيف نحول هذه الحياة التي نعيشها بعطائها وبمنعها بحلوها ومرها، كيف نحولها إلى ساحة عبادة، إلى ساحة رضوان، إلى ساحة عطاء من الله سبحانه وتعالى ورضا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يعبدون الله عز وجل في العطاء والمنع. وصلي اللهم على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.